أشكر كل الجماهير العربية التي آزرت فريق القوة الجوية في هذه البطولة، وخاصة جمهورنا العراقي وهو جمهور القوة الجوية. مثل ما تعرفون المباراة كانت صعبة جدا، لكن الحمد لله والشكر أنه قدرنا نجتازها. مبروك للقوة الجوية ولا جماهير الكرة العراقية على هذا الفوز، وأمنياتنا إن شاء الله أنه نحقق مزيد من البطولات، ونبارك الشعب العراقي. شكرا لجميع الناس اللي وقفوا بجانب الصقور في هذا المشوار اللي كان لا يخلو من الصعاب. إن شاء الله نوعدكم بالمزيد والمزيد. شكرا لجميع المعنيين، شكرا للإعلام اللي وقف بجانبنا وقفة مشرفة، شكرا لجميع الناس المختصين في مجال الرياضة اللي كان لهم فضل في هذا الكاس. مبروك يا جماهير العربية والعراقية وجماهير القوة الجوية، وأشكر كل اللاعبين، وأكيد هذا فوز من جيل كل الجماهير العربية والقوة الجوية العراقية. وإلى أبو كرم ولا صدى ملاعب، تحياتي سامر سعيد أمجد رابع عمان ميسي. اللاعبين اللي شاركونا فرحتهم، وكل الشكر للمصور الصحفي محمد العزاوي اللي تواجد هناك ونقل لنا أجواء الفرحة.